خمسة لاعبين، كرة على خط منطقة الجزاء، أوبا أوه مش ممكن، كرة تصطدم بالعرضة وتجد الشناوي، والقدر يبتسم إليك يا شناوي، القدر يبتسم إليك يا شناوي، مش ممكن، كرة ربما تصنع الجدل، كرة تصطدم بالعرضة، والمساعد الثاني لحكم اللقاء سامح الشربجي لم يشير بشيء، ارتدت لتصل إلى خط المرمى، وإسلام عبد النعيم اللي كان حينعم بفرحة الهدف الأول. شوف الكرة ملعوبة عدت من الحائط، والشناوي يكتفي بالمشاهدة بالفرجة، والكرة من العارضة